أي دور للثقافة في إحلال السلم بين الأمم؟ هو الموضوع الذي اختير للندوة التي نظمت صباح اليوم بأحد الفنادق بطنجة على شرف انطلاق الدورة 11 لمهرجان تويزا. المتدخلون أثاروا مواضيع الهيمنة الثقافية الغربية التي تعرفها شعوب العالم الثالث مقابل تراجع وتصدع المرجعية والهوية الثقافية لهذه الشعوب. الندوة ديال اليوم كان موضوعها هو الدبلوماسية الثقافية جسر للسلام. هاد الندوة هادي عرفت المشاركة ديال ثلاثة الأساتذة أجلاء، الدكتور خالد أمين، الدكتور علي الإدريسي والدكتور سعيد صديقي. الثقافة هي جزء من حياة الإنسان، ولا بد أن تكون هناك ثقافة ودبلوماسية ثقافية. أن مثلا الفرنسيين لا ينبغي أن يعرفوا المغرب السياحي فقط أو مغرب الفولكلور فقط، ينبغي أن يعرفوا ثقافة المغاربة وعادات المغاربة، وهذه العادات وهذه الثقافات وهذه الأفكار ينبغي نحن أن ننشرها، أنتم في وسائل الإعلام، الجرائد، الكتب، النشر وغير ذلك، المسرح، هذه التي تعرف. نحن كيف نعرف مثلا فرنسا؟ لا نعرفها بالاستعمار الفرنسي فقط، نعرفها بكتابها، بأدبائها، بإعلامها، بمفكريها، بفلاسفتها. أي مغربي حتى إذا لم يكن مثقفا باللغة الفرنسية يعرف عن فرنسا أكثر مما يعرف عن المغرب، بفضل من؟ بفضل المثقفين. اللقاء الثقافي الذي جمع ثلة من الأساتذة والباحثين من داخل المغرب وخارجه أشار إلى أهمية الدبلوماسية الثقافية في نشر الثقافة المحلية، مع التأكيد على غيابها في المغرب حسب المتدخلين الذين أجمعوا على ضرورة تقبل الاختلاف الثقافي في المجتمع المغربي باعتباره قيمة مضافة.